اعتزازي وشكري للدعوة الكريمة لحضور هذا الحدث، وقد ايه انا يعني فخورة بان احنا موجودين في مقر البورصة المصرية علشان نحتفل بيوم المرأة العالمي. اسمحوا لي انا هقتبس كلمة دكتور محمد فريد لسه قايلها، بيقول ان هناك بعض القطاعات يعني يغلب عليها الطبع الذكوري دايما في شغلها. وانا لسه بقول له انت نفس الكلام ده ينطبق على الملف اللي انا اشرف بتوليه وهو ملف وزاره التجاره والصناعه، وهو ملف يغلب عليه الطبع الذكوري فعلا، وما كانش متوقع او ما كانش يعني دائما ان من تتولى هذا الملف تكون سيده وامراه، وفي نفس الوقت مش مجرد سيده وامراه فقط، ولكن رحله كفاح على مدار يعني تتجاوز ال 35 عام كلها في مجالات مالية، مجالات مختلفة، مجالات مصرفية، مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لما شرفت حتى في تولي ملف وزارة التجارة والصناعة تزامن ده مع جائحة كورونا، كان عندنا الكثير من التحديات، من أهم التحديات إن احنا نعمل على توافر السلع والمنتجات ومنتجاتنا المحلية إن احنا ما نتأثرش بيها. في نفس الوقت عندنا هدف آخر وهو تعميق منتجنا المحلي، وان احنا ما يبقاش عندنا احتياج ان احنا نخرج للاسواق الخارجيه في تلبيه مستلزماتنا وخاصه الحاجات الاساسيه.